السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة وصفة نت. اليوم ان شاء الله غتشوفوا معايا حلوى سريع جدا 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 بمكونين فقط اساسيين، او ليلا نقولوا ثلاثة مكونات، كتجي رائعة ولا اروع، والاهم انها سريعة في رمشة عين وكتجي لذيذة. صدقوني انها جد لذيذة. كنتمنى من كل قلبي انكم تجربوها. الا كنتوا اول مرة كتزوروا القناة ما تنساوش تشتركوا وتضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل جديد. نخليكم مع مراحل الفيديو وكنتمنى تتابعوا معي الفيديو للاخر. بسم الله على بركة الله. بالنسبة للمكونات غادي نحتاجوا اولا الكاوكاو او الفول السوداني. انا استعملت هذا النوع اللي كيتباع على هذا الشكل. انا استعملت الكاوكاو الرومي. الا بغيتوا استعملوا الكاوكاو البلدي او لا الكاوكاو اللي كيكون الحجم ديالو صغير، فطبعا غادي تشدوه وغادي تحمروه، وبعد ما كيتحمر غادي تزولوا ليه القشره ديالو. بالنسبه لهذا فهو بدون قشره، اذا ففقط غادي نحمروه مباشره. وعندنا كميه من العسل اللي غادي نجمعوا بها هاد الكاوكاو. هادو هما المقادير الاولى على بركه الله. فطبعا كنجيبوا هنايا واحد المقلاه وغادي نوضعوا فيها هاد الكاوكاو، اللي طبعا هذا الكاوكاو كيكون كما كتعرفوا عند البقال كيكون كيتباع في دوك الخناشي، فضروري اننا نقيوه هكا، نزولوا منه الا كانت شي حجره ولا كانت شي مثلا شي حاجه اخرى كاينه معاه. اذا هنايا وضعناه فوق النار. اذا بالنسبه للنار فتكون نار متوسطه، وغادي نستمروا في التحريك حتى كيتحمر لينا. فواحد الملاحظه اللي هي مهمه جدا، ما تخليوش حتى كيبان لكم احمر في المقلاه، كتاخذوا بعين الاعتبار انكم من بعد ما كتزولوا من المقلاه فكيزيد يتحمر اكثر. يعني غادي نوريكم كيفاش يعني التحمر ديالو المناسب. اذا ملي كيولي الكاوكاو بهذا اللون ما تخليوش يتحمر اكثر، لانه غادي يتحمر خارج المقلاه. اذا هنايا على بركه الله غادي نجيب واحد الصحن غادي نوضعوه جانبا. اذا على بركه الله كنجيبوا الان الفول السوداني او الكاوكاو، كنطحنوه وهو سخون باش كيطحن بسرعه، وكذلك باش يجينا معلق على بركه الله. على بركة الله بعد ما طحناه كنجيبو العسل. انا هنا غنستعمل العسل الطبيعي، يستحسن تستعملوا العسل الطبيعي، فما كنحتاجوش كمية كبيرة، كنحتاجو فقط 4 ملاعق تقريبا. غادي نبداو هنا بإضافة ملعقة بملعقة مع التحريك. طبعا غادي نستعملو اليد، فاليد نظيفة، فكنضيفو العسل حتى كنحصلو على واحد العجينة اللي كتكون عجينة يعني تتكون عندنا بحال العجينة العادية ديال الحلوى ولا العجينة ديال الخبز. على بركة الله هي العجينة بعد ما تكونت عندنا كما شفتوا هكا. فملي كتشدوا كمية من العجينة وكتحاولوا انكم تشكلوها فكتجي رطبة وملساء، كتكون بهذا الشكل هكا، كتعرفوا ان الكمية ديال العسل اللي ضفتوا كمية مناسبة. اذا هنا على بركه الله جانبا كنوضعوا واحد المقلاه اللي كنوضعوا فيها السمسم او الزنجلان، الكميه اللي غادي نقوموا بالتزيين بها لاحقا. فهنايا فقط كنحمروه شويه، ماشي كنحمروه غير كنصهطوه كما كتعرفوا. فملي كيتصهط صراحه كيجي لذيذ، ماشي كما كيكون هكا كيكون بارد، يعني ضروري شويه نصهطوه سواء في المقلاه او لا في الفرن، ما تخليوش يتحمر. من بعد على بركة الله هو الزنجلان او السمسم بعد ما فقط كنسخنوه شويه ما نحمروش. الا كان عندكم داك السمسم او الزنجلان اللي كيكون ابيض فيستحسن، انا هنايا للاسف ما لقيتوش فاضطريت انني نستعمل هذا العادي. يعني الا استعملتو الاخر اللي كيكون اللون ديالو ابيض فطبعا غادي تحصلوا على نتيجه افضل. على بركة الله اذا هنايا كنجيبوا هاد الكميه كنقسموها على نصفين، يعني كل زلافه كنعملوا فيها كميه. والان كنجيبوا الملون الغذائي
وعلى بركة الله كنضيفوه على هاد الزنجلان او السمسم، كنضيفوا الكمية اللي غادي تلون لينا، يعني نتوما كتضيفوا نتوما كتحركوا حتى كيتلون لكم. فهنا غادي نحرك هنا باليد ديالي، الا بغيتوا تحركوا بالملعقة فطبعا ممكن، مهم غنضيف الكمية المناسبة حتى كنلاحظ ان هاد الزنجلان او السمسم ولا اللون ديالو اخضر. لذلك قلت لكم استعملوا اللي اللون ديالو ابيض فكيتلون بسرعة وكيجي صراحة اروع في الشكل ديالو، افضل من هذا اللي كيكون اللون ديالو قريب للون البني. وهنايا بعد ما لونت الكميه الاولى، الان غادي ناخذ هذا اللون او الكميه الثانيه اللي كنضيف ليها اللون الاحمر، وغادي نحرك في الاول. حركت باليد ديالي هنايا فقط غنحرك بالملعقه، مهم غادي نضيفه ونحركه حتى كيتلون لينا كل سمسم او الزنجلان. وهنايا بعد ما لوناه فغادي توضعوه في واحد الاناء او لا توضعوه في واحد الصينيه وكتدخلوه للفرن، كتخليه في الحراره ديال الفرن، يعني الفرن يكون شاعل غير ساخن باش كيسخن كما كتعرفوا، فالملون سائل لذلك ضروري انكم تصهدوه شويه. وعلى بركة الله كنرجعوا العجينة ديالنا، عجينة الفول السوداني او الكاوكاو، وكناخدوها كنشكلوا منها كرات، نتوما كتحكموا في الحجم اللي حبيتو على حسب القالب كذلك اللي غادي تستعملوا. انا غنستعمل قالب كبير لذلك غادي نعمل كرات بحجم كبير، نحاولوا نعملوا كرات بنفس الحجم. وعلى بركة الله هنايا بعد ما شكلت الكرات كنجيب هاد السيليكون، انا غادي نستعمل هاد الشكل، فطبعا هاد السيليكون موجود في الاسواق كذلك، موجود عند معظم السيدات في البيوت ديالهم. كناخدو الان هاد الكرات اللي شكلنا وكناخدو داك السمسم او الزنجله اللي لونا، كنوضعو فيه هاد الكرات، حاولوا تضغطوا عليهم ضروري باش كيلتصق لكم داك السمسم في الكره وكيجي جميل، لان ضروري انكم كما قلت لكم تضغطوا عليه باش يعني يلصق عليها. وكذلك الكميه حاولوا تكون كميه كبيره، لان الكره في الاول كتكون صغيره، ملي كنوضعوها في القالب كتزيد كتوسع وتكبر، فبالتالي كتلاحظوا بان ديك كميه السمسم ما بقاتش كميه كثيره. اذا هنايا كما شفتوا فالكره هي تماما يعني على القد ديال القالب، فغادي نستمروا بنفس العمليه، فحاولوا تضغطوا عليها جيدا وحاولوا يعني تكبروها شويه غير باش تلصق لكم الزنجلان جيدا وتجي جميله في المنظر والشكل ديالها. هنايا غادي نعمل اولا هاد نصف الكميه بهاد الزنجلان اللي لونت بالاحمر، ومن بعد على بركه الله كنجيبوا الكميه الثانيه المتبقيه اللي كنوضعوها في الاخضر، كذلك كنضغطوا عليها كما كتشوفوا معايا كيفاش كنعمل انا، فكنضغط عليها هكا باش كيلتصق جيدا. من بعد كنوضعوها في قالب السيليكون وكنضغطوا عليها، وكذلك كنعملوا نفس الشيء الباقي الكرات، ضروري تضغطوا عليها جيدا هكا. على بركة الله الآن كنحاولوا أننا نزولهم بهذا الشكل، فكما كتشوفوا معايا كنحاولوا نضغطوا عليها من الأعلى هكا وكذلك من الوسط، فكيتزولوا لنا بكل سهولة هما وكيبقاو محافظين على الشكل ديالهم. أنا هنا فزولتهم مباشرة، إلا حبيتوا تخليهم واحد المدة في الثلاجة فطبعا ممكن، يعني ملي كتوضعوهم في الثلاجة فكيزيدوا يوليو متماسكين أكثر، لكن حتى بهذه الطريقة هما كيخرجوا وكيبقاو لنا جي مزيانين. غادي نخرجوا كل كمية، ومن بعد هنايا غادي نحاول نوضعهم في صحن التقديم قبل ما غادي نكمل ليهم التزيين. فغادي نوضع صف من هادو اللي عملت فيهم السمسم الاحمر، وصف من الاخر اللي عملت فيهم السمسم الاخضر، فصراحه كيجيو ممتازين جدا 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 في الطعم، يعني كتجي واحد الحلوه راقيه جدا. اذا ها هما، فهنا عملت هاد الكميه وتبقاو لي واحد زوج خليتهم لان الصحن صغير. على بركة الله هنا كندوبو الشوكولاتة، الشوكولاتة السوداء تندوبوها على حمام مائي، وكنبداو نوضعوها في هاد الحفرة في الوسط. ممكن تعملو الشوكولاتة البيضاء، ممكن تعملو يعني زين او لا كيبقى اختياري، حتى هاد الشوكولاتة كتعطي واحد اللذة اضافية لهاد الحلوة. انا يعني فضلت نستعمل الشوكولاتة السوداء لان الطعم ديالها طبعا كيكون افضل من الشوكولاتة البيضاء. غادي نملأ كل هاد الحفر الموجودة في داخل هاد الحلوة،
اذا المتابعين كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى ديالنا، كتجي رائعه ممتازه، والاهم انها سريعه التحضير، سريعه جدا جدا، ففي وقت وجيز وفي دقائق ان صح القول كنحصلوا على حلوى راقيه ولذيذة في نفس الوقت. كنتمنى من كل قلبي أنكم تجربوها، ممكن تعملوها ولا توضعوها كمباشرة أو لا توضعوها في الورق الخاص بتقديم الحلويات. كنتمنى وصفة اليوم تكون نالت إعجابكم، نخليكم ونتلاقاو في فيديو قادم إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم.